منتابع نيتشر مع مارك بيروتي وعم نحكي عن الافوكا، وبذكركم مشاهدينا انه فينا نتلقى اتصالاتكم اليوم على 0464. لكن الافوكا كنا عم نقول انه اذا بدنا نتجنب المشاكل اول شيء بدنا نبلش فيه بالافوكا هو فحص التربه. ليه فحص التربه؟ لانه اول شيء اكيد الافوكا بيعوز بعض المعادن بالتربه تبدلنا اذا موجودين، بس مش هذا الاساس. الاساس هو نعرف انه الافوكا ما بيقدر يتحمل خاصه اول 40 سنتيمتر من شلشو اذا الارض ما بتصرف مي. هلا رح نحط ثلاث صور نشوفهم عن الموضوع. الفكره اذا عملنا فحص تربه وبين معنا انه هيدا التربه ما بتصرف مي، فينا اكيد نطلع عليها، بس فينا كمان نفهم كيف التست معمول. ساعتها بنزرع الافوكا مثل ما عم نشوفه هون بطريقه اسمها ريزد باد تكنيك، او نعمل مثل تلم ونزرعها فوق على العالي. عالي عاده العكس، بنزرع بالتلم تحت لانه التحت هون ليك كيف بتصير من بعدها. سو هيدي حتى هيدي ارض، لو هون المزارع ما عمل هذا الشيء كان هالافوكيات ما رح ينجحوا هالقد باول سنه سنتين. فهن ثلاث صور، والهدف انه ما تجمع المي تحتهم 100%، خاصه على اول 40 50 سم من مطرح ما شلش. سو هيدي اول شغله بنعملها. سو هون عم نشوف كيف تتحضر التربه بالاول. هلا هول الثلاث صور هن ما نحكي عنهم كثير لنفسرها كيف بتصير عمليا. هي انه كنت عم اقول لك انه تجميع المي بخلي الافوكا يعمل اختناق للشلوش، بعدين بصير في عنا كثير مشاكل. صاروا يبعثوا لنا صور افوكا ماتت او ما عم تكبر او هالاشياء كلها. هيدا كثير اساسي، يعني لازم نفهم كيف نسقي الافوكا، خاصه لما يصير يكبر كمان. يعني مثلا افوكا صارت كبيره بالعمر، اوقات قبل شهر 6 ما بنسقيه. فاذا نحن بلشنا نسقي بشهر 4 وبشهر 5، يعني افوكا وحده من مشاكله. سو هو كثير بحب المي، واذا بنحضر فلومه عنهم مثلا اوقات بتشوفي انه بامريكا باشهر مثل بتموز وهيك اذا ما انسقى بيروح الافوكا، واذا كان في جفاف في مشكل كبير. بس في اشهر ما بحب المي فيها، وهيدا بدنا نفهمها. هي مانا مشكل كثير كبير، اهم شيء انه المي ما اذا بدنا نقول يعني تجمع تحت شلشو لتخلق الامراض. سو مشان هيك بنبلش بفحص التربه على الجبل او لا. انت كنت عم تبلش بهذا الموضوع. حاليا صرنا بنقدر نزرع الافوكا من الساحل لتقريبا سيف لل 600 700 متر، يعني حتى في ناس تزرع اكثر بس بتبطل اقتصاديا منيحه. فهيدا اول بس شغله. بس بياثر انه كل ما كان اوطى او قريب على الساحل كل ما احسن، كل ما عطى اكثر؟ لا، حسب حسب الانواع. يعني في انواع بتتحمل النكز السقعه اكثر، في بعض الانواع كمان يعني بتحمي بعضها من السقعه. مثلا في افوكا بيكبروا كثير، فيها نزرع بيناتهم اللي ما بيكبروا وهيك بيحموا حالهم اكيد الشجرات كلهم. سو هيدي بالنسبه لاول تيب من الافوكا، الاهم هو نعمل فحص تربه لنشوف اذا الارض بتصرف مي او لا. هلا ثاني شغله، وهلا كمان بنكمل بالصور، في عندنا الانواع تبع الافوكا، يعني كيف نحن بنزرع افوكا، ورح نشوف هي الصوره اللي كثير مهمه. يعني نحن بنقرر اي نوع بدنا وعلى هالاساس بنجيب الشجره 100%. لانه اوقات يعني في ناس اللي ما بيعرفوا بيروحوا بيجيبوا نصبه افوكا وشو ما تطلع تطلع. صح، انا بدع اللي عم بيحضرونا يصوروا هذا السلايد لانه كثير مهم ورح نفسره قد ما فينا. هي الفكره انه الافوكا في انواع، في النوع اللي بنسميه اي والنوع اللي بنسميه بي. الاي مثل هون مكتوبين هاس ولام هاس وبنك كرتون وريد، هول الانثى بتزهر الصبح والذكر بعد الظهر. لازم نزرع على القليله بي بوجهن تيقدروا يذكروا بعضهم. يعني اذا انا قررت اعمل بستان، هلا مثلا هاس واللامب هاس هول بجيبوا اسعار منيحه وفورتي مثلا كمان، اذا قررت اعمل بستان وانا افترضي بدي نوع لانه السوق بده هيك، على القليله بده يكون 75% من البستان من الاي والبي يكونوا 25% الباقي. هلا فينا نعمل 10 90، فينا نعمل 50 50 مثل ما نحن بدنا، بس الاساس هو ننوع كرمال الافوكا يقدروا يذكروا بعضهم ويكونوا موجودين. وهون اكيد فيها دراسه كيف بننقي الانواع وهيك. وقد ايه بيكون كمان بعاد عن بعضهم؟ مزبوط، يعني بياثر حتى كبر الشجره. رح نشوف كمان صوره بعد شوي كالندريه، وهذا كمان كثير مهم. هلا بنشوف الكالندريه، هي الصوره بعد هذا هلا بنحكي عنها. الكالندريه هي مثل رزنامه اللي انت بلشتي كمان فيها، يلي شغله كثير مهمه. كمان انا بدعي المزارعين اذا عم يحضروا يصوروها، يلي هن عاده اي اشهر فيها نقطف الافوكا حسب النوع. في كثير ناس لما انت بتروح بتشتري افوكا وبتحط بتجيبيها وبتقولي ما استوت بحياتها، هو لانه المزارع قطفها بالشهر الغلط. سو الافوكا لازم somehow تكمل عمليه الاستواء على امها، بس مش يعني بتستوي مثل ما نحن بنقول، بتضلها فجه شوي. ايه بتضلها فجه، ونقطفها بالشهر المضبوط. اذا المزارع مثلا عنده فورتي قطفها بالنوع بالشهر الغلط، ما بحياتها بعدين رح تستوي، لو حطيناها حتى تفاحه مهريه لو شو ما عملنا ما بيمشي الحال. فهول هن بس بقول لك يعني كبريت وخلص صارت رح تقشط، ما هيدا هيدا المشكله، ما بتقشط طالما ما بعد ما صار هلا اذا اجى هواء كثير قوي مثلا مثل هلا وهيك بتقشط. بس ان جنرال نحن قدرانين بلبنان نزرع افوكادو
ونقطف 10 اشهر من 12 اذا كنا مزرعين ونوعنا. هلا الاشهر يعني هن بركه اوقات ب 7 8 9 ما بنقطف بركه افوكا، بس عاده حتى بالشتاء مثل هلا في ناس عم تقطف افوكا. هلا كثير مهم كمان يتعلم المزارع لما بده يقطف الافوكا ما يقطفها هي وفي شتاء عليها، يعني ينطر نهار صح ولا يقطف، لانه اذا انقطفت وهي عليها شتاء كمان بتنتزع، عاده هذه الاشياء معروفه. بس اذا انتبهت بالتيبل اللي فرجيناها، نحن قدرانين اذا حدا قرر يزرع افوكا اول شيء يعمل فحص تربه بيقدر يتجنب ثلاث ارباع الامراض لبعدين، وثانيا ينقي الانواع حسب هو وين منطقته او كيف يعملهم ويعمل دراسه للبستان، بيقدر يقطف 10 اشهر من 12 هيدي ولا زراعه ثانيه فيها تعطيك هالاشياء. وحاليا عم بينزل كمان انواع جديده، يعني كثير انواع جديده للبنان، في منهم ادابتي للجبل، في منهم ادابتي للساحل، وفي بعض الانواع يمكن انه الجدوى الاقتصادي تبعها بركه مش كثير كبير اذا او المستهلك ما بحبها، بس الشفيه بحبون كثير، يعني اذا مثلا عملوا ديلز مع مطاعم هيك، مثلا نقول عن الريد، افوكا الريد يلي هي بتجي برم، في ناس ما بتحبها شكلها او هيك، وحتى كمان ليش بياثر؟ لانه بقلب اذا نحن مزارع ليه بيتجنبها؟ لانه اذا حطيته هي شكلها دائري بالصندوق بيطلع كثير فراغات وبيطلع الصندوق خفيف، فهو ما هيدا، بس هيدي مثلا هي واحده من الاطيب، فمشان هيك الواحد بده يدرس الموضوع كثير اكيد بالافوكا. يعني والاسعار ما هي ذاتها اصلا يعني لا بتفرق بالانواع وبالاسعار. مزبوط، خاصه انه عم نقدر كمان نصدر الافوكا لبرا وهيك. هنرجع للصوره اللي كانت في افوكا متعوجة كمان لنحكي عنها، هيدي وحده من المشاكل تبع الافوكا. الافوكا كمان عنده بعض المعادن يلي هو بحبها تكون موجوده، ففي كثير ناس يبعثوا لي هيدي الافوكا وبيقولوا لي انه مدوده او منزوعه او شبهها، هيدي بس افوكا ناقصها معدن البقر. يعني أوكي. كيف مثلا انسان وقت بهمه اوميجا 3 واوميجا 6 وفيتامينز، الافوكا غير انه هو بحب الحديد والمغنيسيوم هالمعادن الصغرى، معدن البور اذا كثير قليل بالارض بصير الافوكا يتعوج مثل ما نحن هون عم نشوفها بالصوره. سو كمان التسميد مزبوط بالشيء اللي نحن بنسميه، بس هي اصلا هيدي شكلها المدعبله ولا العاديه؟ لا هيدي عاديه. أوكي. بس دعبلت وعملت موف لانه ناقصها الفيتامين، لانه ناقصها معدن البور. يعني عاده المعدن. صح. سو هول الاشياء اذا بدك الافوكا كثير بيكون حساس عليهم، فاوقات هذا الموضوع بنشوفه نحن بالورق، يعني مثلا بتشوفي اوقات على الورق مثلا مصفر او مخضره، هون بيكون ناقص حديد او مغنيسيوم وهالاشياء. اوقات بتشوفي الفواكه كيف تعوج، وفي حتى زيته معدن البور مش ضروري يجي على الفاكهه، يعني الشجره بتخبرنا قبل انه في هذا النقص، لانه الغصن تبع الافوكا بيعمل مثل بودره بيضة صغيره، هيدي بيكون كمان دليل على هذا الموضوع. هلا اوقات البودره بتكون حشره ثانيه اسمها امبروزيا. هلا يعني اذا برجع بنسمع بالاول قلت لك انه هي مش معقده، وهلا عم بقول لك عن هالاشياء، فعمليا هن كثير معروفين يعني صغار، بس اذا انتبهنا لهم الافوكا هي من اهم الزراعات بلبنان كجدوى اقتصادي، مشان هيك لازم ننتبه. بس هي كشجره كثير يعني اذا بدك عبيه، يعني اذا واحد بده ينتبه على هالبودره او على هالمرض يلي فايت عليها، يعني بده يقعد ينبش بين وراقها يمكن صعب يتلاقى. لا هلا المزارع بيعرفهم شجره ولا هي نتيجه الفواكه اللي عم ناخذها بتدل انه في مرض؟ يعني هي عمليا المزارع عاده بيعرف الورق بتكون عم تحكي معه، يعني هو بيكون قاطع ما بتبلش هيك دغري، هي مهريه، سو ببلش يطلع على الورقات بيعرف انه هيدا مثلا مصفره هيدا مخضره، اوقات مصفره بتكون من كثره المي، يعني هيدا اول شغله. فالنبته بما انه هي ما بتصرخ وبتحكي بتخبرنا شو بها من خلال الورقات، بس نحن فينا نعمل كمان فحص تربه، هيدي كمان بساعد لنعرف شو ناقص. بس هون بدنا نميز لورا بين شغلتين، في المعادن يلي هن الازوت الفوسفور البوتاسيوم، وفي الامراض. يعني اوقات اللي كان عم بقوله بالبور هي منا مرض، هي بس نقص معدن، ومشان هيك هي عم. طب هالمعادن في موسم معين نحطهم؟ هلا عاده بالتسميد للافوكا عندنا التسميد اللي بنعمله نحن تقريبا نقول بالخريف او باول الربيع، يلي بنحط اسمده عضويه يعني اورجانيك فيرتيلايزر، هيدي فيها تنعمل بهيدي الفتره. بس بعدين من تقريبا شهر 4، هلا بدي احكي كمان شغله مهمه عن هيدا الشهر، لشهر 9 فينا نسمد او بالارض كيميائيا او ورقي، وهون كمان كثير بفيد لانه سريع، المعادن الصغرى. يعني في انواع من الاسمده خاصه للافوكا اللي بيكون فيها البور والحديد والمغنيسيوم مع ازوت يلي هو المعدن الاساسي، هول كمان فينا نحن نسمد لهم اكيد بهيدي الفتره، يعني من شهر تقريبا 3 4 ل 9. معنا اتصال. الو بونجور، بيحكي مع مسمار. نعم تفضل تفضل. عم يسمعك عم بسمعك. مسمار، انا تحت بيتي
هون بعين ريحان بمنطقة تقريبا 300 متر في مانجا. بنت الأبلة انتلت عبت ملانة السنة الماضية ما عطيت، السنة كبرت بس كبرت الشتلة يعني بس لا زهرت ولا شيء. اوكي في سبب؟ يعني هلا اول شغله عين الريحانه هي بحد ذاتها منا ادابتي للمانجا، يعني المانجا انا دائما بقول بده يكون اوطى لانه اذا في مسفق هواء اذا في شويه سقعه المانجا ما بتزبط، المانجا منا قويه قد الافوكا بالنسبه يعني بلبنان، سو انا عاده المانجا بقول لازم ينزرع تحت ال 150 متر مش بهالعلو هيك، هلا ليش؟ لنقول لا مثقبه هو بمطرح الايكو سيستم شوي منيح يعني داري محميه شوي من الهواء وهيك وعطيته سنه ما عطيته هيك وحسب التقس بساعد يعني من سنه لسنه اذا شوب اذا حراره هالاشياء كلها. هلا شو في يكون السبب؟ لما شتله بتصير تكبر وتعطي بس مثلا ورق ما بقى عم تعطي فواكه، في يكون لانه نحن عم نسمد عم نحط كثير مثلا اسمده عضويه او ازوت كثير، ساعتها بتصير تعطي ورق، يعني هون هيدا دائما نحن عم نجرب نقول للمزارعين ما تسمدوا كيف ما كان، جربوا اعملوا فحص تربه، اذا ما بدكم تعملوا فحص تربه جربوا افهموا هن لشو، ما عدا الازوت، يعني اذا انتم اشتريتوا كمان في ازوت، الازوت بيعطي ورق وبخليها تكبر ورق بس ما بقى بتزهر وتعطي فواكه. بينما الفوسفور البوتاسيوم بيساعدوا شوي بالشلوش بالمناعه وبيساعدوا يعطوا زهور وفواكه، فننتبه شو هو المعدن يلي عم نستعمله، اذا كترنا كثير ازوت بتصير تعطي ورق وبتكبر بس ما بتعطي فواكه. فهول هلا بس بالاساس المانجا لازم يكون مزروع بهذا الارتفاع، فمن سنه لسنه اذا تاخرت اذا شوبت سقعت ما بتساعدها اكيد للمانجا تزبط. يعني بتحس معقد شوي موضوع التسميد، اذا واحد عنده بجنينته كذا صنف صح. كيف بده يعرف قد ايه لازم يحط لكل صنف وشو بحاجه كل شجره؟ مشان هيك كثير بدنا نميز الجنينه التجاريه يلي معموله لما يكون فيها كثير اصناف كيف ما كان او نزرع اذا بدك الشجر حسب شو بيعوزه، يعني اجمالا اغلبيه النباتات بيعوزوا ازوت والفوسفور والبوتاسيوم، عشان هيك سماد عضوي هيدا فينا نحطه للكل يعني ونحطه للكل بعدين، الا اذا الاشياء اللي هي بدها يعني اذا بدك معادن صغرى بنحطهم سيبره. معنا كمان اتصال. الو الو بونجور، بقدر احكي مشي معك؟ نعم تفضلي. مشي معك عم بسمعك. بونجور بونجور. بدي اسالك، انا عندي شجره قشطه صارت كثير كبيره بس ما عم تعطي ثمر. اوكي، هيدا واحد من المشاكل اللي كثير كمان عنا اياها. القشطه في نوعين بلبنان، في النوع يلي هو بدكر حاله وفي النوع ما بدكر حاله، سو ساعتها بدك تتصلي بناس من اختصاصهم قشطه، انا ما بعمل هذا الشيء بس تعرف مش عم نخبر عنهم، يلي هن بيجوا معهم دكر القشطه على البستان وبدكروا القشطه. مش انه بدها تزرع شجره او لا لانه حسب النوع، لانه هن عنا عده انواع، لما هي بالشيء اللي عم تخبرنا اياه هو انه ما بتتذكر، يعني هيدا الشجره ما بتتذكر، بدها ناس اختصاصهم بيجوا مع ذكر القشطه وبذكروها تيصير عندنا قشطه. هلا حتى لو كبرت ما بتختير يعني ما بيأثر لا بس هي يعني هيدا اللي بيصير، في انواع من القشطه مطعمه ليكون فيها هي تقدر تذكر حالها وفي انواع لا، سو هيدا اللي لازم يصير. اوكي نرجع للافوكا بس يعني. كنت عم بقول كمان شغله كثير مهمه قبل، فبلشنا الحلقه اذا ليه هلا عم يسالوا كثير عالم عن الافوكا؟ لانه عم يسالوا حالهم اذا لازم نزرع افوكا هلا. انا عاده حتى على الساحل ما بحبز ابدا حدا يزرع افوكا قبل شهر 3-4، يعني الافوكا بعرف انه عاده نحن بنقول لكل الاشجار المثمره زرعوهم بالشتاء زرعوه بالخريف وهيك، الافوكا هي اكسبشن مثل يمكن المانجا وهيك التروبيكال 100%، فكتير مهم نحميهم بمطرح داري ونبلش نحطهم بالبستان خاصة إذا شوي مرتفع، يعني أنا 300-400 مش قبل شهر 3-4 لأنه هيدا شغلة كتير مهمة لإلها للأفوكا تا ما تتعرض للسقعة بتصير تشوف الورق تخزق وسود وهالأشياء كلها وهيك، فهي مزبوط إنه الشجرة عندها جدوى اقتصادي كتير كبير بس ننتبه هول الكم تب السريعين يعني وبتشوفي بساتين أفوكا جدا ناجحين لأنه بينتبهوا على هالأشياء، إذا عملنا من الأول معاملات زراعية صحيحة وخططنا مزبوط عملنا فحص تربة ونقينا الأنواع المضبوطة بيطلع عنا أكيد إنتاج منيح. أكيد لكن مثل ما قلنا فينا لازم ننطر بعد شوية نزرع ونتعلم نقطف بأي أشهر. أوكي والسقاية؟ السقاية حسب كل ما تكبر الشتلة. أوكي. يعني هي وعمرها سنة وسنتين شيء، لما يكون عمرها 10 سنين شيء تاني، مشان هيك بدنا ننتبه كثير، أوقات كثير عالم بيقشط كل أفوكاياتهم على الأرض لأنه سقيوا بالفترة الغلط. طب وإذا جنينة كلها أفوكا
لازم يكون في مثلا شجره ذكر واحد بتأدي او انه مثل ما قلنا 70 30 لا هو وحده لشجره هو شجره الذكر بتعطي فواكه لا هي مش ما في شجره ذكر وشجره انثى الافوكا حد ذاتها هي في زهره بتزهر قبل الظهر زهره بتزهر بعد الظهر عشان هيك بدهم يكونوا بعكس بعضهم ليذكروا بعضهم بس على الاقل نفس النتيجه نفس الفواكه عم تعطي نفس الفواكه اكيد بس أوكي. الاشكال مختلفه اكيد حسب الاصناف يعني هذا غير شيء كمان طيب كان بعد في كمان سؤال بدي اسالك اياه شفنا الهزه الارضيه امبارح وكان في ارتداداتها شو تاثير هذا الشيء على الطبيعه على شلوش الشجر خصوصا اذا كانت يمكن شوي اكثر من هيك او اقوى من هيك هل كان رح يكون في تاثير سلبي هلا اكيد جعلها يرحم اللي ماتوا ونفكر بكمان كل العالم المتأذيين هلا الشجر اكيد بيتأذوا بهيدي الفتره بس المنيح انه المنيح هو انه احنا بالشهر اللي مش غلط يعني اذا انهز شلوش بهالفتره ورجعنا رديناها بيمشي الحال كانك ابعتيها لان هيدي الشجره مناسبه هيدي الفتره مناسبه لتقبع شتلة من مطرح لمطرح هلا اذا لا ابعت يعني هلا اللي عنده جنينه بده يروح يشوف كل شلج اذا ردينا بيمشي الحال بده تزبيط يعني بده تزبيط هيدي منا شيء خطر يعني هيدا يعني هلا اكيد اذا ابعت بشلشة وراحت بس عاده نحن بنقول هالاشهر هن المناسبه لنشيل شجره من مطرح لمطرح لو كانت بالشوب اكيد كان ديفرنت يعني كان مشكله اكبر صح. معنا اتصال اخير لليوم الو الو بونجور بونجور نعم تفضل بدي احكي من شمال نعم ايه عم بسمعك شو سؤالك الو بدي اساله عندي مش مشي بدي تعمل بلش يعني على الحبة بيطلع فطريات علي على الحبة عم بيطلع فطريات بدي اعرف شو بدي اعمل لها شو برشها شو عينتين لازم ارشها هلا ما بعرف كيف يعني بيطلع فطريات على هون لريت في صور لانه تقول لك شو الفكره اذا قصده بيطلع فطريات على الخشبات هيدا شيء جراف يعني على الحبه الفطريات على الحبه اوكي هلا بدنا نشوف شو هن لانه اوقات يعني اذا بنقول فطر على الحبه بدنا نشوف سمبتوم بدنا نعرف شو هو المرض الفطري او هو مش مرض فطري ونحن عم نفكر هيك عشان هيك احسن يبعث لنا صور بس عاده كيف بتجي الامراض الفطريه؟ الامراض الفطريه بتجي على رطوبه مع حراره عاليه سو نحن كل ما بننتبه مثلا صرنا بشهر 5 6 عم تعلى رطوبه ونحن عم نسقي وعم تعلى الحراره هون لازم نبلش ننتبه شو نرش ادويه الامراض الفطريه بس كمان الوقايه هي بتساعد كثير شو يعني الوقايه بهالاشهر وبالقبل لازم نشحل نضوي الشجره نفوت شمس عليها كل الورق القالب على الارض نلمه ونحرقه لانه الامراض الفطريه عايشين فيها وننتبه كمان انه نحط مثلا الجنزاره وكبريت بهالفتره ونرجع بشهر 2 وشهر 3 لما اذا التأس بيسمح ونراقب الشتله بس بيبعث لنا صور على ارقام القطعات بنقدر نقول له اذا عن جد اكيد هيدي الفويكه خلص يعني لا بتتاكل ولا شيء صارت على الكب مش ضروري بس خلينا نشوف الصوره اجمالا اذا بس هيك ضربه صغيره في اسوي كب يعني مشان هيك اذا بيبعث لنا صوره بنقدر نساعده اكثر اوكي شكرا كثير لك مارك على وجودك معنا مشاهدينا بناخذ بريك وبنرجع